لقد كان لنا إمكانيات هائلة، مستقبل هائل، لكننا أضعنا موهبتنا وأضعنا ذكاءنا. إن سباقنا الأعمى نحو التقنية لم يقربنا إلى نحو هلاكنا. إن عالمنا ينتهي، لكن لابد أن تستمر الحياة. بمثل هذه العبارات الخائبة بدأ الفيلم الذي سنتحدث عنه اليوم، الفيلم الذي صدر في اليوم 9 من شهر 9 في سنة 2009. الفيلم اسمه 9، أحد الأفلام الجيدة لدرجة أنه حصل أيضا على 9 ترشيحات، وهو فيلم من إخراج آكر شين، وهو مبني على فيلم قصير تم إصداره عام 2005 بنفس العنوان. وأنا هنا لكي أعطيه بعض الإضاءة الخافتة بعد أن صارع الظلام لأكثر من عقد من الزمن، وهذا بدليل أن أغلبكم لم يسمع عنه من قبل. سأتكلم بشكل أساسي عن القصة، سأراجع الفيلم ككل وسأذكر بعض أفكاري عنه، لكن أغلب تركيزي سيكون على القصة وعلى الرابط الواقعي لها. أما باقي الجوانب فسأذكرها بشكل هامشي فقط. معكم فيصل من أنيميتس، ولنبدأ بهذه التحفة. يبدأ الفيلم بدمية قماشية يستيقظ ويجرب الحياة لأول مرة. لقد بثت فيه الحياة وسط غرفة مليئة بالكتب والأدوات التي لا يمكن أن تنتمي إلى لعالم. يسقط الدمية من حبل كان يربطه بجسم دائري غريب فيقوم، وإذا بنا نرى رقم 9 مكتوبا على ظهره. يمشي ويتفقد الجسم الدائري ولا يفهم ما فيه من رموز. يكمل سيره قليلا وإذا به يرى شخصا ميتا. بمثل هذه البداية علمنا أجواء هذا الفيلم، أجواء مظلمة وغامضة وتبعث على فقدان الأمل في عالم ما بعد البشرية، عالم حيث حصلت حرب طاحنة بين البشر والآلات وخسر فيها البشر وماتوا جميعا. لكن يبدو أن الحياة على هذه الأرض لن تنتهي بهذه السهولة. هذا الفيلم يتحدث عن مستقبل محتمل للبشرية بسبب الذكاء الاصطناعي، وكيف أن الآلات قد تنقلب على البشر مستقبلا وتنهيهم كلهم. هذا الفيلم ليس كعادة بقية الأفلام التي تتكلم عن الصراع بين البشر والآلات، بل هو يتحدث عن أن البشر قد انتهوا بالفعل. جثثهم ملقية في كل مكان، نساؤهم وأطفالهم كلهم أبيدوا، لم يبقى منهم أحد، لم يبقى سوى محاولة واحدة أخيرة لإبقاء روح بشري واحد تجوب هذه الأرض. القصة المشاهدة لشخصية الفيلم بسيطة. بعد فناء البشرية، مجموعة مكونة من 9 دمى، كل منهم يملك جزءا من روح عالم ما. يقوم الدمية رقم 9 بوضع الجسم الدائري السابق ظهوره والمسمى بتعويذة في خانة في آلة ضخمة، مما يؤدي إلى جعل الآلة تسحب روح دمية من الدمى فتستيقظ الآلة، وهذه الآلة تصنع آلات أخرى لتحاول بواسطتها القبض على دمى أخرى وأخذ أرواحهم. لكن الدمى يتمكنون بعد عدة من التضحيات من سحب التعويذة من الآلة والتخلص منها، ثم يقوم 9 بفتح التعويذة مما يؤدي إلى انطلاق الأرواح الممتصة نحو السماء وأن تمطر غيوما بمطر يحتوي على شيء من تلك الأرواح التي تعيد الحياة إلى الأرض. هذه هي القصة المشاهدة، لكن طريقة سرد القصة في هذا الفيلم لم تعتمد فقط على الجزء المشاهد، بل اعتمدت بشكل أساسي على التفاصيل الصغيرة وعلى مصادر خارج الفيلم نفسه، مثل حساب العالم على الفيسبوك، حيث كان العالم يتكلم في حسابه عن يومياته ويضع تصاميمه لآلات وتصاميما لدمى، وكذلك يتحدث عن جزءه من القصة وهو ما سأذكره بعد قليل بشكل موجز. وكذلك صنع موقع لمختبره ليشارك فيه الكثير من البيانات عن تجاربه، لكن الموقع للأسف لا يعمل الآن، لذا لدينا الكثير من المجاهيل. وهنالك المقاومة، وهي الفئة التي كانت تقاوم الآلات وتثور ضدها، والتي لديها حساب في تويتر. وهنالك حساب توماس في تويتر أيضا، وهو شخص ظهر بشكل هامشي جدا في الفيلم، وقد كان يعمل لصالح الرئيس ثم انتقل للعمل مع المقاومة. وهنالك حساب جودي في تويتر أيضا، والتي لم تظهر في الفيلم أبدا لكنها أثرت فيه من بعيد. لكن كلهم كانوا يتفاعلون مع بعضهم البعض بحساباتهم على تويتر وفيسبوك، وهذه طريقة إبداعية للغاية في السرد. والآن سأسرد القصة بشكل مختصر لأنني أريد التركيز على الجانب الواقعي في هذا الفيلم. القصة حصلت في عام 1930 في ألمانيا.
تحكي عن أن عالماً عبقرياً ويحتمل أن اسمه يوليوس بيرجرون اتفق مع رئيس ألمانيا، ويحتمل أن اسمه فرديناند، لصنع آلة تصنع الآلات بهدف السلام وبهدف أن تجعل البشرية تتقدم. فقد كانت البشرية قد مرت بحرب عالمية طاحنة قبلها بالفعل، وهي الحرب العالمية الأولى، وهذه الآلة ستكون الضمان لحفظ السلام ولمنع المزيد من الحروب. اسم الآلة كانت آلة التصنيع، أو الدائرة العصبية الذكية ثنائية التفاعل. بالفعل حصل العالم على التمويل الكافي لصنعها، وبعدما صنعها لم يتمكن من إعطائها ذكاء اصطناعيا، لذا لجأ إلى الخيمياء وهو علم متعلق بالسحر، فقام بصنع تعويذة دائرية الشكل واستعملها في نقل ذكائه للآلة، وهكذا يكون قد أعطاها عقلا بشريا لكن بشكل تبقى فيه منفصلة عن عقله الأصلي، وفي نفس الوقت تستطيع التفكير. لكن الرئيس قام بإخلاف اتفاقه مع العالم بشأن استعماله الآلات في السلام فقط، وقام باستعمالها في الحرب أيضا، وهذا عن طريق جعلها تصنع آلات حربية. وطبعا قام بإبعاد العالم عن مختبره وعن التمويل نهائيا، بل وأخفاه أيضا. ومع الوقت بعدما صارت الآلات الحربية كثيرة، انقلبت على البشر وبدأت حربا طاحنة معهم. وما الذي فعله الرئيس فرديناند بعد ذلك؟ ألقى بكل اللوم على كل شيء وكل شخص إلا نفسه، وحاول أن ينجو بكل ما لديه من سلطة، تلك السلطة التي بدأت تتلاشى شيئا فشيئا مع هذه الحرب الطاحنة. لكن البشر مخلوقات ثائرة بطبعها، فقبل أن تنقلب الآلة بالزمن كان هنالك مجموعة من المواطنين شكلوا مقاومة ضد الحكومة والرئيس أيضا بسبب كرههم لسياسته واستبداده. وبعد الحرب اتحد هؤلاء المقاومة لإسقاط الآلة التي تصنع الآلات، وكان العالم يقف في صف تلك المقاومة. مرت فترة طويلة والقتال مستمر، دول كثيرة سقطت، ومجتمعات كاملة أبيدت بالغازات السامة التي كانت تنشرها الآلات، وحتى الرئيس فرديناند مات أيضا بالغاز السام. وفي وقت ما قررت المقاومة أن تحشد كل قواتها لمهاجمة مقر الآلات وتدميرها في هجمة انتحارية تماما، وبفرصة نجاح شبه منعدمة يحذر ماذا حصل. بالفعل نجحوا ضد الآلات، إلا أن البشرية وقتها كان أمرها قد انتهى بالفعل بسبب الغازات السامة، بينما ظل هناك بقايا من الآلات التابعة للآلات الأصلية، لذا فقد فاز البشر في المعركة لكنهم خسروا في الحرب، وهكذا انتهت البشرية. سبب فشل هذه الآلة كان حسب كلام العالم هو أنها كانت تعمل بالعقل فقط ولا تملك روحا، بمعنى أنها تفكر ولكنها لا تشعر، وهذا جعل إمكانية إفسادها وتحويلها إلى شيء شرير أمرا ممكنا تماما، وهذا ما جعلها لا تنظر إلى بشكل مادي أدى بها إلى رؤية الأضرار التي تسببت بها البشرية، ثم أدى بها إلى إعلان الحرب عليهم. وكلنا نعلم تماما أن الآلات أقوى من البشر، فهذه الحرب خاسرة من البداية، لم يكن للبشر أي فرصة للفوز. ومع معرفة العالم بذلك الأمر وقبل أن تنتهي الحرب، قرر أن يقوم لسبب ما توزيع روحه على 9 أقسام على دمى قماشية صنعها. وكيف يوزع روحه؟ باستعمال التعويذة الخيميائية طبعا، نفس التعويذة التي سمحت له بنقل ذكائه لتلك الآلة من البداية. قام بصنع كل الدمى ووزع روحه فيها، ومع آخر دمية وهي الدمية رقم 9 ترك تلك التعويذة، وترك أيضا رسالة للدمية رقم 9 تقول أن تلك الدمى 9 هي آخر ما تبقى من البشرية، وأنهم هم من يستطيعون حماية المستقبل. ثم أظهر له طريقة تجعله يتمكن من فتح التعويذة. السؤال هنا، ما الذي قصده العالم بتلك الرسالة؟ هل كان يقصد أن تلك الدمى 9 سيكونون آخر ما تبقى من البشرية فحسب، وأنه يجب أن تستمر الحياة هكذا فقط؟ أشك في هذا، لكن في الواقع هنالك احتمالين. الأول هو أن يكون سبب إنشاء تلك الدمى أصلا هو إكمال آلته السابقة، فإن كانت آلته السابقة تملك ذكاءه لكنها لا تملك روحه، والدمى تملك روحه لكنها لا تملك ذكاءه، فإكمال تلك الآلة سيكون عن طريق نقل روحه إلى الدمى ثم من الدمى إلى الآلة، وهكذا سوف يحصل على آلة تحتوي على كامل ذكائه وكامل روحه. ربما لهذا السبب قام العالم بربط التعويذة بالدمية رقم 9، لأنه كان يريده هو أن يقوم بإكمال المهمة، كان يريده أن يجمع كل أجزاء روح العالم كي يضعها في نهاية في تلك الآلة،
وهكذا يصبح العالم قد عاد مجددا للحياة. ربما لهذا السبب كانت دمية رقم 6 يرسم التعويذة ويشير إليها ويقول يجب علينا أن نعود إلى المصدر. وربما لهذا السبب شعرت دمية رقم 9 بمجرد أن رأت تلك الخانة في آلة التصنيع بأن المكان الصحيح لوضع التعويذة كان هناك. وربما لهذا السبب كانت الآلة تقوم بسحب أرواح الدمى وليس قتلهم، فالآلة كانت تقتل البشر، ومن المنطقي إن كانت ترى البشر عدوا أن تقتل الدمى أيضا لأن فيها روح إنسان، لكنها بدلا من محاولة قتلهم كانت دائما تحاول القبض عليهم وسحب أرواحهم. وبالتالي روح العالم دخلت تلك الآلة بمجرد أن سحبت أول روح من أرواح الدمى. وهذا يعني أن الذي كان يحدث حقا هو أن العالم نفسه كان يحاول أن يجمع أجزاء روحه في تلك الآلة التي تملك كل عقله، فإن نجح في ذلك سيعيده هذا للوجود من جديد وسيمكنه من إنقاذ العالم بطريقة ما. وربما لهذا السبب نشر العالم في صفحته على الفيسبوك منشورا قبل أن يموت ليخبر الناس أن يقوموا بحفظ ذكرياتهم في مختبره لكي لا تفقد، حتى يتمكن من إعادتهم إلى العالم باستعمال ذكرياتهم لاحقا. وكيف سيعيدهم إلى العالم إن كان هو نفسه ميتا؟ هذا سيكون ممكنا فقط بعدما يعود هو إلى الوجود بكامل عقله وروحه بداخل الآلة. لذا يبدو أن الآلة التي كان يظهر لنا أنها العدو في القصة المشاهدة هي في الواقع الحليف الأكبر. إن كان هذا الاحتمال صحيحا فهذا يعني أن العالم فشل في تحقيق هدفه بالطريقة التي يريدها، لكنه تحقق بطريقة أخرى فحسب. وأما الاحتمال الثاني فهو أن العالم أراد أن يقوم تسعى بأخذ أرواح كل الدمى بنفسه ثم أن يطلقها إلى السماء فحسب لكي تعود الحياة إلى الأرض، وهو ما حصل فعلا في نهاية الفيلم. وهكذا يكون قد نجح في خطته، وهذا قد يفسر سبب تعليم العالم للدمية 9 بشأن طريقة فتح التعويذة، وأيضا هذا قد يفسر كلام 6 بشأن العودة إلى المصدر. لكن هذا الاحتمال يبدو ناقصا للغاية في نظري، ولا أملك سببا حقا للتأكد. ربما لو كان موقع مختبر العالم يعمل حاليا لتمكنت من الوصول إلى الحقيقة، لكن هذا ما لدينا من معلومات الآن. والآن إلى النقطة الواقعية في الفيلم. في أحد مشاهد هذا الفيلم كان هنالك كتاب مكتوب عليه أباطيل باراسيلسوس، وهذا الاسم مهم للغاية هنا. تدرون لماذا؟ لأنه هذا هو اسم الشخص الذي عن طريقه استمد العالم أفكاره وعلومه الخيميائية. كيف؟ باراسيلسوس هو شخص حقيقي عاش في القرن 16، وهو يعتبر عند البعض أبو علم السموم، وقد كان طبيبا وفيزيائيا وخيميائيا أيضا، وقد كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسحر، وقد اشتهر بأنه يرى أن الفن لا يتقنه إلا من يمارسه، وأن هذا ينطبق على الطب أيضا. لذا كان يرى أنه لا ينبغي استعمال المقارنات بين المرضى وحالاتهم في معرفة أسباب المرض وعلاجه. من شدة اتباعه لتلك الطريقة الثورية كان يقوم بحرق كتب ابن سينا، والتي كانت وقتها مرجعا طبيا معتمدا في أوروبا بأكملها، مما تسبب بحصول الكثير من المشاكل له، مثل طرده من جامعة بيزل ونبذه ككل من قبل المجتمع العلمي. طبعا كانت لباراسيلسيوس إسهامات طبية، لكن في نفس الوقت لديه العديد من الأخطاء الفادحة. وهذا يذكرني بكلام أحد المعلمين الذين درسوني عندما قال لكل عالم سقطات، لكن سقطة باراسيلسيوس هنا لم تكن مجرد سقطة، لقد كان خطأ فادحا قائما على اعتقاده بالخلط بين العلم الرصدي التجريبي أو الساينس وعلوم السحر، والتي لا تعتمد على المقارنات بين الحالات. وهذا الخطأ هو ما جعله يرفض العلوم الرصدية التجريبية المثبتة لاختلافها جذريا عن السحر. لكن هل السحر بحد ذاته علم؟ في تلك الفترة في أوروبا كان السحر معروفا ومشهورا، وهو إلى الآن يعتبر علما عند الكثير، وهو بالفعل علم، علم محرم لا يمكن الوصول إليه إلا بطرق ملتوية ومجنونة وشنيعة، وباختصار خاطئة. إنه علم لكنه يعتمد بشكل أساسي على استعمال قوى خارجية غير طبيعية، ولهذا لا يمكن تصنيفه ضمن العلوم الطبيعية. عموما باراسيلسوس كان غارقا في السحر وبالتحديد في الخيمياء منه. في الفيلم استمد العالم من كتابات باراسيلسوس أفكاره التي مكنته من نقل ذكائه وروحه إلى أجسام جامدة، وطبعا هذه مجرد مبالغات في فيلم كرتوني خيالي لا يمكن نقل الروح أو الذكاء إلى جسم ما بالسحر أبدا. تذكروا أنه مجرد فيلم يدمج لك بعضا من الحقائق ببحر من الخيال بهدف أن يمتعك أيها المشاهد. فعلى سبيل المثال لو بحثت عن كتاب أباطيل باراسيلسيوس فلن تجده أصلا،
لكنك ستجد معلومات عن أن باراسيلسيوس كان طبيباً مهتماً بالسحر فحسب، لذا هذه تلميحات عن مصادر خارجية للفيلم فحسب، وليست أشياء حقيقية، لكنها أعطتنا بعض المعلومات عن أشخاص حقيقيين، وربطت أحداث الفيلم بالواقع، وهذا يجعل الأمر برمته أروع، ويجعل القصة أروع بالنسبة لي. بعد كل هذا، كيف أقيم قصة الفيلم ككل؟ يمكنني بسهولة أن أقول أنه أفضل ما تمت صناعته في تلك الفترة. القصة جيدة فحسب، كأي قصة جيدة أخرى. لكن في هذه الحالة، الشيء الذي ميزها هو طريقة سردها. طريقة سردها جعلتها أكثر من رائعة. أن يتم توزيع القصة بشكل يصعب إيجاده، يزيد من عنصر الغموض والإثارة أكثر فأكثر. وقد يعتقد البعض أن أمر توزيع القصة وعدم وضعها كلها في الفيلم ضعفا في الكتابة، وهؤلاء لديهم وجهة نظر محترمة، لكن بالنسبة لوجهة نظري أنا فقد أعجبني الأمر حقا. طيب، ماذا عن الشخصيات؟ الشخصيات في هذا الفيلم تبدو نوعا ما ميتة. صحيح إنها مفعمة بنفسها، لكنها رغم ذلك ميتة. واحد هو القائد المتسلط، اثنان هو الميكانيكي الكهل، ثلاثة وأربعة هو التوأم الغريب، واللذان أحببتهما حقا، وخمسة هو الجبان الذي يساعدك في وقت الحاجة، وستة هو مجنون النبوءات، وسبعة هي الفتاة الشجاعة والمرنة، رقم ثمانية هو كتلة العضلات الذي لا يفكر كثيرا، ورقم تسعة هو بطلنا الفضولي. شخصيات عادية تماما، لكنها لا تتكلم كثيرا. الحوارات في هذا الفيلم ككل قليلة للغاية وضعيفة جدا. الشخص الوحيد الذي كان يجيد الكلام قليلا هو الدميت رقم واحد، وقد كان بحجم كلامه الذي يقوله، فقد كان يتبع فلسفة أنه أحيانا يجب التضحية بشخص لإنقاذ الجماعة، وهذا أمر معقول صراحة. وقد قام بإرسال رقم اثنين إلى حتفه من أجلها، وفي نهاية الفيلم ضحى بنفسه أيضا من أجلها، لذا فلنقدم له بعض الاحترام. إذن كتقييم للشخصيات فكلها أقل من عادية، لكنها لا تصل لأن تكون سيئة، لأننا لم نتمكن حقا من رؤيتها تظهر في هذا الفيلم بسبب سوء الحوارات، والذي صراحة أعتبره سلبية في الفيلم. لكن على الأقل الشخصية رقم واحد كانت جيدة. أما الموسيقى فهي ملائمة فحسب، لكنها استفزتني قليلا. ففي بعض المشاهد كانت تظهر أنغام تستفز مخيلتك الموسيقية وتجعلك تتخيل مقطوعة في قمة الروعة، لكنها فجأة تخيب أملك. لاحظت هذا في لحظة موت العالم بعد أن عرضت رسالته، وأيضا في مشهد نهاية الفيلم بدت لي وكأنها مقصودة لسبب ما، وبصراحة أغضبتني قليلا، لكن لا يمكنني إنكار أنها ملائمة. كتقييم نهائي فهذا الفيلم جيد جدا، قصته رائعة لكنه عادي في الجوانب الأخرى. تصنيفه العمري 12 فما فوق، وهذا بصراحة أراه غير ملائم أبدا للمحتوى الموجود. أعني نعم، لا توجد أشياء مخصصة للكبار، لكن أرى أن هذا الفيلم لن يحبه أي طفل. الأجواء والأحداث ليست مما يعجب الأطفال أبدا. عموما قصة هذا الفيلم ممتازة، والنهاية كانت عاطفية ومناسبة، كانت حتى قام حساب العالم على الفيسبوك في عام 2017 بالنشر مجددا بعد 8 سنوات من الانقطاع، وقد قال في حسابه: أخيرا أومض الضوء مجددا بخفت تحت الرماد، وقد بدأت الرحلة الطويلة للبحث عن الأمل، يجب أن أجد 9. وهذا المنشور أعطانا أملا ضخما بوجود جزء آخر من هذه القصة الرائعة. هل هنالك إعلان عنه؟ وهل هنالك أي معلومة عن موسم آخر من هذا الفيلم؟ لا يوجد أي شيء حقا، لا شيء سوى ذلك المنشور الغامض، لكننا حقا نتمنى صدور موسم آخر منه. أتساءل هل سيتم إصداره بارتباط وثيق مع رقم 9 على غرار الموسم الأول، ربما في 2029. لا أتمنى أن يؤخروه لتلك المدة، لكن فلنأمل الأفضل. على أي حال، كان يمكنني إطالة هذا الفيديو أكثر والتحدث عن تفاصيل القصة، عن منشورات العالم الكثيرة على الفيسبوك والمليئة بالمعلومات المثيرة، عن تحليله لشخصيات الدمى التي صنعها، عن الأحداث الرهيبة التي حصلت لتوماس، عن كيف اختفى العالم وكيف تمكنت جودي من العثور عليه، وكذلك المزيد عن باراسيلسوس. لكنني رأيت أنه لا ينبغي علي فعل ذلك في فيديو شبه تعريفي عن هذا الفيلم، لذا سأتوقف هنا على أمل أن أصنع عنه فيديو آخر إن صدر له جزء آخر. آمل أن تكونوا قد استمتعتم في هذا الفيديو. كان هذا كل ما لدينا اليوم من أنيميتس. كان معكم فيصل،
ونلقاكم في الفيديو المقبل.